في هذه الدورة العادية الثانية للمجلس أعلى للقضاء أعرض على سيادتكم اقتراحات ترسيم قاضيين من الذين أتموا الشروط التأهيلية المطلوبة، وتسوية الوضعية الإداري ل 114 قاضي، وترقية ما مجموعه 2147 قاضي ممن توفرت فيهم المعايير التي يعتمدها مجلسكم الموقر والقوانين السارية في هذا الشأن. وفي هذا العدد المعتبر يعكس ما يبذل من جهد للعناية بالقدرات المهنية والأخذ بالوسائل المستجدة في مجال المتابعة والمراقبة والتكوين، والحرص على أن يكون هذا في إطار موضوعي يعتمد على المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة وإعطاء كل ذي حق حقه.